تحياتي. احنا اليوم موجودين في قرية خبيزي، قرية خبيزي البلد الساحر الجميلة اللي تقع في وسط منطقة الروحة. تعالوا سوا نعمل جولة ونتحدث عن قرية خبيزي اللي تم تهجيرها في العام 48، وكان عدد سكان البلد في هذاك الوقت تقريبا 400 نسمة، وتم تهجير أهالي البلد إلى أماكن مختلفة في البلاد وخارج الوطن. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي. اهلا وسهلا. محبتي. اهلا وسهلا فيك. الف شكر لك اخي خطاب يحيى. خطاب يحيى، احنا موجودين في قريه خبيزي، بالذات في ارض المقبره، لانه في ارض المقبره في شواهد، وعلى كل قبر في شاهد، والقبر يبقى الى ابد الابدين. وخبيزي في قلب كل إنسان ترك خبيزي. خبيزي قرية اللي كانت عامرة حتى العام 48، لا مزبوط، وفي منطقة الروحة، منطقة جميلة. يعني أنا أخ خطاب، أقسم بالله لما أنا بطلع جولة كل مرة أنا بقول أنا مش رايح الشغل ولا محل، حتى هذا بالنسبة لي مش شغل، ولا مرة كان شغل، رحلة تتعرف على معالم الوطن. شو علاقتك بخبيزي، هاي القرية اللي كانت عامرة وتم تهجيرها في العام 48؟ أنا اسمي خطاب عمر يحيى، كفر قرع، بلد جار لخبيزي، تبعد عنها 3 كيلو 4 كيلو متر. أمي من مواليد قرية خبيزي، أميني علي قاسم بكاوي، مواليد سنة 1930، تجوزت بال 45 قبل التهجير بثلاث سنين. صار نصيب عزت زارة خبيزي 3 مرات، كل سنة كانت تزور مرة. بعد التهجير وبعد الاحتلال جيت زرت، أنا طبعا كنت أجي دوريا دائما، كل سنة أو أقل من سنة أجي أنا وأمي زيارة لخبيزي. تحكي لي عن الحياة، كيف كانوا عايشين، كيف يعني الأهل، العلاقات، الناس، أصلها يعني الأصل البلد، جمال البلد. طبعا حكيت لي عن كل مواقع البلد، عن الينابيع، عن البير الأبيار، عن الوديان، عن الأراضي، أسامي الأراضي. بعد بفترة أجين خلاتي بالزرقاء، قسم من أهل خبيزي تهجروا للزرقاء، والقسم الكبير لجنين، مخيم جنين. مخيم جنين وفي البلد هو الحارة الشرقية. اليوم في الحارة الشرقية هم عائلة بالأساس، العائلات، احنا نسينا نحكي عن العائلات بالأساس. مش على العائلات، لا، الموجودات هناك عائلتين الكبار اللي نسليط وبكاوي، يعني اللي اليوم سليط. سليط وبكاوي. وبكاوي؟ بكاوي اليوم أغلبهم في جنين، وفي قسم من الزرقاء، يعني تحكي لك شغلة. والوالدة من بكاوي؟ دار سيدي بكاوي، علي قاسم بكاوي. أي نعم. اسم سيدي. مرة جن خلاتي ثنتين من زرقاء تحكي لي واحدة كان عمرها 8 سنين لما تهجرت، قالت تعال بدي أحكي لك وين دارنا، وين المقبرة، وين الحواكير، حكورتنا كان فيها زنزلخة. أيوة. نزلنا على الحكورة، حكورة تحتينا. أي نعم. فعلا زنزلخة، بعد كسم يعني يابس وكسم طالع نابت جديد. وحكت لي عن البيدر، أمي طبعا عن البيدر، يعني وقفنا في البيدر، في هنا اسم بيض البلد. ايوه. وبيدر دار مسعود الابراهيم اللي بالاخر
توفى ابنه قبل شهر من الفحم، كان ساكنه في من الفحم، مسعود أيوه. ابراهيم. اي نعم. سليت. مسعود ابراهيم منين؟ مسعود ابراهيم سليت من خبازي، لهم ديوان، كان لهم ديوان لهم، وكان لهم بيدر من حالهم برضه. اي نعم. واحنا داخلين المنطقه هاي الوسيعه، احنا داخلين منطقه وسيعه، هاي بيدر البلد. بيدر البلد. هم بيدر، هم من الناحيه الشماليه. لعائله ابراهيم. ده دار سليت ابراهيم اللي حكينا عنه. اه، عائلة ابراهيم يعني. نعم. هن موجودين في ام الفحم؟ في ابنه مسعود ابراهيم توفى قبل شهر تقريبا، الله يرحمه. ايوه. كان ساكن في ام الفحم. في شوي عائلة صغيرة في تبقى في ام الفحم، اللي تهاجروا من الفحم. حتى كان مرة، كان مهرجان العودة هنا بنعمل كل سنة، عملنا مرتين في خبيز، وكان له ألقى كلمة هنا، كلمة مؤثرة جدا، لأنه هو عاش التهجير. وعاش خبيز، ولد خبيزي، وعاش الفترة الصعبة جدا، هي التهجير عن البلد. عاش المآسي اللي قبله. عاش طبعا التهجير، ما التهجير هي مأساة يعني بحد ذاتها. احنا دائما طبعا احنا متواصلين مع خبيزي، انا بجيب اولادي هنا، بجيب قرايبي، اخواتي، اخوتي، دائما احنا بتواصل مع خبيزي. انا بشعر انه في لي انتماء جدا كبير لخبيزي. طبعا الوالد وحب، غير الحب يعني، حب لامي، وحب للبلد، لخبيزي، للجذورها. كان بالحري لما نهاية البلد يعني زي التاج على هاي التلال. ها، زي فيش كل بلد جينا عليها في منطقه الروحه هي التاج. هي قلب الروح، يسموها قلب الروح. هي من ناحية جغرافية هي وسط الروحة، هي المنطقة العالية في خبيز، المنطقة العالية بالروحة. تشرف على الطلق، شوف يعني، تشرف على الدالية، على الابتماط، على الكفرين، المثلث ام الفحم، عارة، بتشوف المنطقة المثلث هنا كلها. ايوه. هاي كنير جنبها، كنير هنا على جنبها، على جنبها كنير. ان كني مش غلطان، هي بدنا نزورها لقنير. هي بلدة الشاعر الفلسطيني اللي استشهد علي فودة في 82 في بيروت، صحيح؟ علي كان فودة. شاب صغير عمره 35 سنة، كان هو مولد 46 أعتقد. أيوة. مولد 46 وتوفى، كان 36 سنة عمره. 36 سنة استشهد في بيروت علي فودة. وكان له مواقف جميلة في مؤثرة بقصصه، بدنا نحكيها في يوم من الأيام. هو اللي الأغنية المعروفة، صاحب القصيدة المشهورة، أني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، أني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، سرا وعلانيا، اللي غناها الفنان مرسيل كبير، مرسيل خليفي. ايش الوديان اللي هون اسمها؟ عندنا ايش تحت؟ في هذا، في وادي الشمالي. الوادي الشمالي عمليا هو اللي شمالي البلد، من شمالي البلد. وفي وادي العرايس، سموه وادي العرايس. ليش سموه وادي العرايس؟ ايوه، هاي قصه حلوه حكت لها امي، اسمعها. كانوا جايبين عروس من عين حوض. عين حوض، عين حوض منطقه، عين حوض طبعا اللي هي على بالمنطقه الغربيه لجبال كرمل، عقبال البحر. كانوا جايبينها لهنا لمنطقه هنا بالضفه. فوقفوا الفردي، كانت اسمها فردي طبعا، اجمال وخيل طبعا. ولليوم بعدها الفردي بس ايش صارت، ياخذوا عروس واحده بالفردي وخلص. زمان الفردي كانت فردي 50 سياره، خيل وجمال، طب مش سيارات، خيل وجمال وناس. هذاك الوقت وقفوا على جنب الواد يتريحوا. فهم برضو بعدهم هم فرحانين مبسوطين. فصاروا يرقصوا ويغنوا حول الواد. فسموه وادي العرايس. حلو. من هذيك هاي. فهو بلتك برضو بالوادي الشمالي، وصاروا عرايس البلد يروحوا يحتفلوا غاد هناك. لا يا ريت، لا يا ريت يعملوا، يجي يعملوا زي ما كل اليوم يعملوا النوف هناك، يعملوا منظر هيك جميل ويتصور هناك. بس كمان منطقة جد خير. بس كمان يمكن انا برايي في كمان بعد اخر، انه الصبايا كانوا ينزلوا على عين المي، ها، يعبوا جرها، والشاب اللي عزابي احيانا يختار له صبيه. لا احتمال، احتمال ان طبعا يختار عروس، فسمى اختار عروس طبعا، احتمال. بس اما هيك قصه الوالدي، حكت لي هيك قصه الوالدي، هي القصه هيك حكت لي الوالدي، جميل يعني الحلم. مؤكد عندنا الوادي الشمالي، وادي العرايس، في هنا برضو وادي بيطلع بين بير محمد، البير الاساس للبلد كان اسمه بير محمد. نعم. بيطلع منه، يطلع وادي الهيل، عين المي. عين المي، عين البلد.
وادي البلد اعتقد كانوا يسموه او وادي محمد. في هذا وادي العرايس بلت كبير، في وادي بيجي من الكفرين. الكفرين، الكفرين بيجي من هناك بيجي وادي محمد، وبلتكين بجانب الوادي الشمالي. شرق شمال، الشرق الشمالي هاي الكفرين لخبيزي. نعم الكفرين، وعندنا الابطمات. ابطمات لا شرق اكثر لشرق، وعندنا السندياني. السندياني صبرين، اولا صبرين الى اراضي مشتركه، صبرين الى اراضي مشتركه مع خبيزي، مع خبيزي، لانه عمليا صبرين غربي غربي طوا وسندياني غربي، صبرين صبرين. وتحتيها منها والجنوب تيجي قنير. قنير الجنوب الغربي، اي نعم الجنوب كفر قرع. كفر قرع الشرق، ايوه الشرق اكثر، يعني شرق دالة الروحة. لا الشرق اكثر معاوية. معاوية صح، دالة الروحة الشمال. اي نعم في قرية اسمها في كارتر في الروحة، وفي ام دفوف. في قرية كانت صغيرة صغيرة اسمها ام دفوف. ام دفوف، ام دفوف جنب بين 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 خبيزة وبين دالة الروحة. هي كانت لها خبيزي، لها سهل سهولة بالجميع. هاي الأراضي، أراضي خبيزي، لأن أراضيها وسيعة. خبيزي في لها من الشمالية السهل هذا، وفي لها هاي لعقبالنا، عقبالها تحت عند الواد، عند الواد الواد الشمالي في سهول هناك، سهول حلو جدا وخصبة جدا قريبة على المي. طبعا في هالمنطقة الغربية كانت تسمى اللحف، كانت منطقة اللحف. يعني هنا في برضو باقي الحواكير، في قسمين كان كل عيل لها منطقة الحواكير. هاي هنا دار سليط، دار سليط، وهاي الحواكير هنا دار البكاوي. البكاوي كان من شرقها ودار سليط من غربها. وهاي يمكن تشوف تصورها، هاي البلد، هاي دور البلد، هاي البيوت، البلد هاي كلها البيوت. كانت متجمعة على أرض المقبرة. هاي احنا أرض المقبرة، والشواهد كيف حكينا هن شاهد على وجود البلد، شاهد على وجود البلد، شاهد على هاي البيوت هون. هي هاي البيوت هنا، هاي بيت خالي، خالك بيت خالي. أول شيء كان بيت دار سيدي أولا، أجا خالي بنى فوقه، سموها كان سموها علية. العلية طبعا عاش فيها يمكن سنتين. يا الله ما فرح فيها يعني. كان عريس، كان عريس سنتين، جوا سنتين وأجت التهجير والترحيل، وأبوه بني له علية، بني له علية فوق البيت والتهجير. أجا التهجير، لا ضل علية لا بقى علية، وهذا بيته هون. والوالدة أكيد يوميا ها يعني تحكي عن خبيزي. كانت تحكي لي، حكت لي كثير عن خبيزي، حكت لي حتى فيه، حكت لي عن خبيزي وعن عن السندياني. هم بلد يعني قرايبهم هناك. أيوة. حكت لي عن المشكلة اللي كانت بالسندياني بين زعامات الثورة، محمد المقبل وصبر صبر عصفور وابو دره كان في هذه المنطقه هون، وكان هو كان يتنازعوا. أيوة. ولما جماعه صبري قتلوا اخوه محمد المقبل وابوه. أيوة. يعني شوف قديش كان وكيف اجى الخبر عند سيدي، وراح سيدي وقرايبه هناك من الصبح هناك على اي نعم. كانت تحكي لي عن مشاكل الايام كانت بينها. طبعا احنا كانوا بلد واحد يعني، طبعا بطبيعه الحال الناس كانت مترابطة مع بعض. وتعرف كل إشي، تعرف كل بلد يعرف أخبار البلد الثاني، مين يتجوز هون، مين خطب هوني. وكانت الأفراح مش بس لخبيزي، كانت تجمع كل القرى، السندياني والصبارين والكفرين والبطمات. كانت عروستهم طبعا عروسة بسيطة، بلد صغير في البيدر، كانوا يعملوا العرس في البيدر. إذا بالليل يعني يعملوا مشاعل، كانوا مشاعل طبعا ما في كهرباء، لا ولا كهرباء ولا مشاعل. طبعا كانوا فرحانين اكثر من ايام الكهرباء. يعني كانوا فرحانين اكبر هدات البال، ما هي الاساس يعني. ايش فرحانين لما بنطلع احنا مشوار بناخذ معنا بنولع نار، وبضلك تتفرج على النار وتزيد عليها حطب، فيها متعه، فيها فرحه. الا حكيت ان هي هدات البال اللي اليوم احنا بتنقصنا كثير. أيوة. جدا. حكت لي مرة المرحومة أمي، سيدي ركبها على الفرس وراه.
وعرفها على المنطقة قبل ما تطلع من البلد. هي تجوزت عمرها 15 سنة. أيوه صبية صغيرة. عرفها على البلد كلاتها وعلى أراضيها وعلى الناي. كان يحبها كثير طبعا. هي كانت حتى تضلها بذاكرتها. كانت وظلت بذاكرتها طبعا يا زلمة. إذا كان يحبها كثير حكيت جدا. فيش أغلى من البنت للأب. هي كل مزبوط. شيء بالنسبة لي كل شيء. مزبوط طبعا. يروحوا طلع يعني كان هي يحبها أكثر. ليش يعني بالفترة هي دي جوزت وبدأت تطلع من البيت طبعا دي حنة لأكثر. كان يجي يزورها. هسه كان كيف كان المرسال بيننا بين دار سيدي وأبوي. أيوه في أنها في طاحونة في خبيزي. هي كانت تشتغل فترة المطر لفترة ما ينقطع الواد. هي تشتغل على المي على المي لأنه المي عمليا تيار المي هو اللي بحرك. لما خلاص تخف المي تنقطع المي ما الطاحون توقف. هسه لما كانت توقف المي كانوا أهل خبيزي وين في بالكفر كرة كان في طاحونة. أي نعم كان يجي طاحونة. طبعا اذا في احنا بين هم اللي كانوا الواسطه المرسال بيننا وبين دار سيدي هنا. اي نعم. فاحدى المرات يعني بيجي اجت نادوا بيحكوا لابوي انه بتحكي للحجه كان اسمها حمدي حتى ابوه يغير اسمها يعني. ايوه انه عمتها اجت جاي من صفد. فاجوا حكوا لها انه جاي عمتك لتيجي تزوريها. هذا دي بالك بعد سنة. شوف اليوم في العروس بثاني يوم بتكون عند ردة الإجر كانت زمان تكون بعد بأسبوعين. هاي ردة الإجر عند الأم. اليوم بعد بخمس دقائق بتكون عند أمها. أضرب بريك استني شوي. شوف القصة. فأجت تزورها بعد بسنة. طيب. بعد سنة. شو بتحكي لها ستي؟ بعد سنة دي بالك بعد سنة. بتقول لا حنة ولا طهور مال الرعنة رايحة تزور. يعني استغربت إنه فيش مناسب. شو رايح أنت بهسة؟ بعد سنة. بعد سنة. فأجت أمي. كمان مرة عيدها لا حنة. لا حنة ولا طهور. لا حنة ولا طهور. مال الرعنة جاي تزور. مال الرعنة جاي تزور. الرعنة كثير الحركة يعني. أيوة كثير أيوة اللي بتهدى. الرعنة يعني جاي تزور. لا حنة على الحنة إذا في عرس. ولا طهور يعني مش مناسب يعني. أنت شو يعني بعد سنة بعد يعني فترة قصيرة بعد سنة. تركيها بعد سنتين ثلاثة. فأجت طبعاً أجت. امي وابوي وعمي ومرت عمي كان إلى عم واحد يعني. أيوة. احنا كنا عيله واحده. فاجوا هنا جابوا بيها وباتوا هنا في خبيزي. في خبيزي حياه جميله. وزي ما انت حكيت بألم اليوم يعني نتمنى انه يرجعوا ترجع العلاقات كيف كانت بالرغم انه العلاقات جيده ولكن في بعض السيئين في مجتمعنا اليوم اللي هن يعني جايبين الألم لما اجتمعنا من خلال تصرفاتهم السيئة. ليش سموها خبيزي؟ طبعا يمكن انا متوقع ليش سموها خبيزي بس انا اسمع منك. خبيزي معروف. كانت مشهوره بالنبات او عشبه الخبيزي. كانت تكثر فيها بشكل غريب. سميت بلديكيا في المنطقه اللي هناك بالسهل بعد جنب في خبيزي منطقه الخبيزي. تسمح لي اخذ شويه خبيزي؟ تفضل يا سيدي. خبيزي انت عندك واحدي. اسهم في هالبلد هون. انا ما بقدرش اجي اقطف اي شيء الا ما اخذ اذن من ابن البلد او اني بطلع على الزرقاء على اربد على الصيفه على مخيم جنين اخذ تصريح واجي لهون. انت زي ما هاي بلا احنا احنا احنا, احنا بالعكس هم بلادنا مسموح لأحمل كل شيء. انت موكلينك بالمخيمات موكلينك انت حارس على ارضهم مش يعني بس أرض انت. احكي لك وكل يوم انا في بلد كل يوم في بلد كل يوم في بلد. ومن تحيتي لكل المهجرين في كل المخيمات ومحبتنا لكم بلا حدود. وبياخذ شومر. انا ولا مره شفت الشومر الخد جميل يعني كمية هائلة. بدي أصير أجي أعمل تاجر شومر أنا. شو رأيك؟ سنة أخرى الشومر أكل سنة أكل مطر. كان أكل مطر. الشومر ما كبر حجمه الأصلي. ما كبر كما يجب. في منطقة برضو سنت جايب داجل هون منطقة زعتر هنا كمان. طب والصبرات مين عم بحوشهن؟ الصبرات بيجوا أهل الخير. الحجار الجميل حجار البيوت بخذوها بخذوها اليهود من هنا جمعوها أخذوها كلها بنوا فيها أسوار وبنوا فيها تحف أتحفوا بيوتهم فيها. جمل بيوت بجملوا فيها. بيجي بقول لك جبناها معنا. لا لا في هنا في
بلد هنا عمكم فيها بيبنوا جدران وبيبنوا بلدسك على الدور في منها من حجارتنا. وحكيت لي هن باخذوا الحجار وبيمنعوك تاخذ زعتر. حكيت لك مره شكل انه زعتر. كان معي صاحب كنا اصدقاء في صبارين فاخذ شتله شجيره مرميه يعني. ايوه وقفنا كانوا عاملين حاجز وقفنا بقول له طيب هاي ارض دار سيدي يعني اكل ما فيها نوغ شتله احنا مش راح نزرعها ناكلها. قال ما انا ما بحكي سياسي بقول له هاي بس مش سياسي واقع انا بحكي لك واقع يعني هاي بقول طب انتوا يعني لما انتوا بتروح على الضفه بتهدوا جبال تبنوا فيها مستوطنات طب ما فيها طبيعه ليش بتهمش هسه الشتله هاي بشرف في انه دفعوا 450 شيكل عليها. انك تاخذ شتله من ارض اجدادك ممنوع. لا حول الله. هاي سياسه. خطاب يحيى الف شكر لك. العفو يا سيدي يا ريت. يعني ممكن في البداية كنت تقول لي عن إيش ممكن نتحدث؟ ممكن نقعد أنا وياك إذا نتحدث 10 ساعات عن البلد. أنا لو أمي يعني أنا لو مش متذاكر كل شيء الأشياء اللي كانت تحكي لي قصص اللي كانت تحكي ليها أمي يعني علاقاتهم هنا ما بيوم ما بخلص. ألف شكر لك. وإشي مؤثر طبعاً هي يعني كانت قصص مؤثرة جداً. طبعاً أنا حاسس. بدي أقول لك شغلة أحكي لك شغلة يعني أنا ما عشت شيء اللي بهاي البلد. ما شفتهاش ما تمتعت بروعه البلد هاي بس انا لما اشوفها قلبي بنحرك عليها فكيف هذول الناس اللي عاشوا هنا صحيح تهجروا من ارضهم الله الله يعينه بس كل الله يعينه كيف هذا اللي حامل مفتاح قاعد في باب طرف وبعده بنتظر في بيت وبنطر بالعوده ومات هو ينطر. شكرا لك اخ الطبيب يا سيدي انا مستعد وانت ما بتكون معنا يعني بدنا نكمل مع بعض نكمل هسه نكمل بفرجيك الكفرين وهي مهمتنا نكمل احنا مواصلين حتى كي لا ننسى كي لا ننسى كي لا ننسى لازم نكمل وتبقى في قلوبنا وذاكرتنا اولادنا وبقلوب اولادنا لازم هاي المحبه والان نزرع محبه الوطن والارض هاي لازم نغرسها في عند اولادنا يعني صحيح. ما بصير انك تروح تعلم ابنك تاريخ الرومان وتاريخ الفرس أيوة. ما تعلموا تاريخ أرضك وبلادك وأرضك وتاريخك صحيح. وحضارتك ألف شكر لك العفو يا سيدي الله يخليك ويطول بعمرك تشرفنا وبالصيف بدنا نيجي أنا بدي أجيب صنارة صبر وأحوش لي سطل صبر وهيك نوصل لنهاية حلقتنا اليوم في بلدة خبيزي لازم تيجي وتشوفوا هاي البلد جمال هاي البلد جمال الروح وأنا أكثر واحد مبسوط أني أنا كل مرة في بلد تحيتي وإلى اللقاء في مكان آخر في البلد.